وتعقد عدة ورش عمل وجلسات تحضيرية بمدينة شرم الشيخ في إطار الاستعدادات لانطلاق منتدى شباب العالم. تناقش الجلسات آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل القارة الإفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة والتحول الرقمي والتعليم. كما تسلط الجلسات الضوء أيضا على قضايا مهمة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية، فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ سيد زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك، ولو تطلعنا على آخر الاستعدادات لاستقبال المشاركين في منتدى شباب العالم في دورته الرابعة. أولا بحيي حضرتك وبحيي التلفزيون المصري وإيه الأخبار، وبشكر حضرتك على المتابعة القيمة والطرح اللي قلته في الأول. وبالفعل أنا موجود في منتدى شرم الشيخ، وبدأ تواصل عدد كبير من الشباب من داخل مصر وخارجها عليه حضور فعاليات منتدى شباب العالم. احنا عارفين ان المنتدى هينطلق رسميا من يوم الاثنين ليوم الخميس بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، لكن عندنا النهارده السبت والحد ورش تحضيرية. الورش التحضيرية دي مفادها ان هي بتبقى تجمع للشباب المشارك واللي بيتم اعلامه مسبقا حوالين بعض الموضوعات المعينة، يعني مثلا في موضوعات عن حياة كريمة، موضوعات عن كورونا، موضوعات عن تغير البيئة والمناخ، موضوعات عن الامن المائي، موضوعات عن رياده الاعمال والشركات الناشئه. الشباب يقعدوا في الجلسات التحضيريه على مدار يومين سبت وحد، وبيخرجوا المجموعه من التوصيات، المجموعه من التوصيات دي بتسمع بعد كده في الجلسات الخاصه بالمنتدى اللي زي ما قلت لحضرتك بتمتد من الاثنين للخميس. هو بالفعل من ضمن 500,000 شاب تقريبا تقدموا على الموقع وفق ما اعلنت اللجنه المنظمه لمنتدى شباب العالم، تم اختيار عدد ومواصفات معينه، اولها واهمها طبعا هو يكون مميز في مجال عمله في بلده، انه يكون شخص فاعل، انه يكون شخص عنده شغف. احنا بنتكلم 500,000، فهنا المعايير دايما بتكون دقيقه للغايه عشان هو هنا بيمثل دولته. احنا بنتكلم عن 196 دوله مشاركه يمثلوا معظم قارات العالم عندهم شباب موجودين في المنتدى، فهو ده دورهم ان هم يكونوا جايين بتخصصهم وبعلمهم وبتميزهم، لان احنا عندنا هنا منتدى شباب العالم اصبح براند عالمي. احنا لما نيجي نتكلم عن ملف الشباب وادارته على مستوى العالم هنعتبر منتدى شباب العالم جزء رئيسي وماركه رئيسيه وعلامه وطنيه احنا صنعناها مع دوله 30 يونيو عشان تستوعب افكار الشباب في المساحه اللي احنا كانت متروكه منذ عقود. لو تحدثنا عن دور تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في هذه الدوره، ماذا اعددتم وايضا بماذا انتم يعني مهتمون بشكل شديد في هذه الدوره تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين؟ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي بتمثل صورة من صور ملف الشباب في الدولة المصرية، وهم على مدار 3-4 سنين منذ نشأتها ربما يكون قدموا في الحياة العامة ما يوازي عقود، وطبعا ده بيسير كافة ملفات الدولة اللي مشيت فيها. مثلا يعني أنا بعتبر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي مشروع قومي زيه زي أي مشروع قومي الدولة المصرية وضعت إيديها فيه منذ 30 يونيو. عشان كده احنا مشاركتنا في منتدى شباب العالم، عندنا ناس مشاركه على مدار اليومين في الجلسات اللي هي الورش اللي بتتم حاليا على مدار السبت والحد. نعم. عندنا مشاركات في ملف حياه كريمه، في الامن المائي، في البيئه والمناخ، في رياده الاعمال، في القاره، في اسهامات مصر في القاره الافريقيه، لان احنا انت عارف حضرتك ان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بتضم نواب من اعضاء مجلس الشعب او مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ، بالاضافه لاعضاء من التنسيقيه من التخصصات ومميزين في تخصصاتهم. الشباب دول على مدار اليومين قبل المنتدى هيكون لهم دور في اعداد والمشاركه بفعاليه في ورش العمل. بعد كده احنا عندنا يعني برضو صوره في المشاركه بتمثل المساعده في عمليه ظهور المنتدى بشكل منظم وبشكل اكثر فاعليه، عشان كده لنا يعني بنامل ان احنا نكون عنصر فاعل وعنصر مشارك بايجابيه. طيب. في جلسات المنتدى اللي يحضرها السيد الرئيس وساده الوزراء. طيب استاذ يعني زكي، البعض يتساءل عن القيمه المضافه الاهم من عقد أو انعقاد منتدى شباب العالم في دوراته السابقة وفي هذه الدورة الجديدة. هل النجاح هو هذه المشاركة الواسعة وأطياف متنوعة من شباب مصر والعالم
تحت سقف واحد يتحاورون ويتناقشون، أم أن الدورة الرابعة أو منتدى شباب العالم بشكل عام يخرج بأمور جديدة أو يخرج بملفات وتوصيات توضع على مكاتب وأمام صانعي القرار في دول العالم الممثلة في هذا المنتدى، ومن ثم يمكن أن يحدث تحرك أو حلول إنجاز القول لهذه المشاكل أو أن نخرج بشيء جديد مختلف يصب في صالح المشاركين وفي صالح هذه الدول؟ طبعا يعني أنا بشكر حضرتك كمان برضو على فكرة الهدف من منتدى شباب العالم. أنا بعتبر شباب العالم، منتدى شباب العالم هو براند مصري اتصنع في الثلاث أو الأربع خمس سنين اللي فاتوا مع ثلاث أربع براندات فيما يخص ملف الشباب. يعني لو قلنا تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومنتدى شباب العالم، الأربعة دول يصبوا في فكرة كبيرة، هي فكرة المشروع القومي لإدارة ملف الشباب. عشان كده إحنا إزاي كنا المساحة دي مش موجودة فترة من الفترات، أو ربما كنا بنتعامل معها على مستوى محل. لا، إحنا أصبحنا كتلة الشعب المصري دي اللي فيها 60% كتلتها شباب، كنا بندور على فكرة إن إحنا إزاي نتعامل مع المساحة دي. كمان إحنا خرجنا من فكرة المحلية لفكرة العالمية. احنا لما يجي مثلا في بدايه المنتدى شباب العالم السنه دي ويبقى في تبرع بمبلغ 50 مليون من موارد منتدى شباب العالم، هو المنتدى الذي لا يكلف الدوله وموازنه الدوله اي مليم، بل هو يعتمد على رعاه ومستثمرين، لان الدنيا تطورت معاه فاصبح جاذب للاستثمار وجاذب للعناصر دي. فاول حاجه هو مش فكره النجاح نفسها، جوهر القصه ان انت ازاي تتعامل مع ملف الشباب، ازاي تتعامل مع مساحه الشباب. وبعدين ان انت يعني احنا السنه اللي فاتت او النسخه اللي فاتت، لان السنه اللي فاتت ما كانتش بسبب كورونا، النسخه اللي فاتت كان خرج من منتدى شباب العالم سفراء من الدول الاجنبيه، دول يمثلون عناصر مهمه جدا في بلادهم، خاصه ان هم شباب فاعل، ان هم ينقلوا صوره الشباب، ينقلوا صوره مصر، ينقلوا صوره الرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله المصريه والنظام المصري اللي هي على حقيقتها. وانا دايما بعتبر ان ادوات الدوله دايما بتظهر في منتدى شباب العالم وفي الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه، بعتبر ان هم ذراعين مهمين جدا لشرح فلسفه الدوله وامكانياتها في التعاون مع كتير من الملفات. انا اشكرك شكرا جزيلا لك زكي القاضي، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.